مثلما هناك متسولون في الشوارع، نجد آخرين أيضاً في العالم الافتراضي يستعملون أسماء مستعارة ويطلبون الإعانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكون حاجتهم ويستعطفون الناس لإنقاذهم من عوزهم. مواقع التواصل الاجتماعي سهلة، الآن الولوج سهل، وأنك لما تحط الصور، أنك تقدر تحط الصور، وممكن تكون صور متبركة، تحط صور لشخص مؤاب أو شخص مريض أو شخص في حالة اجتماعية مزرية، فالصورة تلعب دور، الصورة تأثر على المتلقي وعلى المشاهد، فيمكن أن يجلب يكون التضامن أفضل من التسول في الواقع. لكن مواقع التواصل لما نحط الصور وتكون صور لأطفال مثلا معاقين أو تشوهات أو أطفال أو عملية أو سرطان أو غير ذلك، أنا عدد المشاهدين، عدد المتلقين لهذه الصورة، خاصة لما تكون مجموعات وطنية، مجموعات فيسبوكية ذات طابع وطني أو ذات طابع عالمي، يعني راح نجلب مساعدات كبيرة وراح تكون تضامن كبير، لأنه الصورة لديها تأثير، وهذا اللي خلانا نعتمد عليها في كثير من الأمور، يستغل هذه المواقع بجمع الأموال بطرق غير قانونية وغير أخلاقية. هذا النوع الجديد من التسول لا يتطلب سوى فتح حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي دون الحاجة للكشف عن الهوية. يطلب المتسول الإعانة من الآخرين من خلال صورة مؤثرة لحالته أو أزمته الصحية أو المادية أو الاجتماعية التي يمر بها، وقد يتحدث باسم غيره. كاين الناس كما يقولوا احنا نعيطوا لهم كي نشوفوا هكا نداءات في الفيسبوك، ولا احنا نسيو باش نعاونوا هاد الناس، نكلموهم نهاتفوهم نكلموهم نقول لهم فوالا وين تسكنوا وين راكم باش حنا نجيو لكم نجيبوا لكم واش راكم محتاجين، يقولوا لنا لا بلا ما تشكروا روحكم بعثوا لنا غير في السي سي بي، احنا ما بلا ما تجوا لعندنا. كي احنا اونسيست باش نروحوا نشوفوا لو كا، يكوبيو علينا التليفون ويبلوكيونا في الفيسبوك باش ما نزيدوش نشوفوا الاخرين ديالهم. التسول عبر مواقع التواصل ظاهرة تدخل ضمن الجرائم الإلكترونية يعاقب عليها القانون، خاصة أنها تحرم كثيرا من المحتاجين الحقيقيين من المساعدة. التسول الإلكتروني هو جريمة كلاسيكية قديمة تعتمد على أسلوب حديث، أسلوب يستند إلى آليات وميكانيزمات تكنولوجيا والتطور الإلكتروني. فالآن هذا ما يسمى بالتسول الإلكتروني، وهو نوع من الجرائم المستحدثة التي تعتمد على الوسائل الإلكترونية لارتكابها. المشرع الجزائري يعاقب على هذه الجريمة حتى ولو ارتكبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ارتكبت بأدوات تكنولوجية وأدوات إلكترونية بموجب أيضا المادة 195 من قانون العقوبات من شهر إلى ستة أشهر. ظاهرة التسول الإلكتروني باتت منتشرة في بلادنا بغرض طلب الإعانة واستعطاف المحسنين بغير وجه حق، غير أن كثيرا من حالاتها تنكشف فيما بعد عن كونها مجرد نصب واحتيال تحت ذرائع إنسانية، لذا بات الوعي أكثر من ضروري حتى تذهب الإعانات لمستحقيها الحقيقيين.